وكذلك كنحب نوجه تحية ونصيحة عفوا للطلبة المقبلين على الدراسة سواء السنة الأولى أو الثانية، وكذلك الطلبة اللي الحديثين عهد بالتخرج، كنقول لهم أنه من الأفضل أن الإنسان يقرأ وأن الإنسان يتبع الدراسة دياله بالموازاة مع أنشطة اللي غتخليه يستمر بشكل مستقيم في هذا المشوار الدراسي. هذه آخر كلمة ديالي، وكنتمنى التوفيق للجميع، وكنوجه تحية كذلك للجنة المنظمة اللي كتستقبل طلبة هنا في روسيا اللي هي غاتوس، اللي كتستقبل طلبة وكتأطرهم وكتعمل على الوثائق ديالهم باش أنها توفر لهم جميع الشروط الصحية ديال العيش في روسيا وديال الدراسة بشكل ممتاز في روسيا. كنبغي كيف ما كيقولوا بالروسية داس فيدانيا.